مستمرين اليوم الثالث على التوالي، وطبعا بعد مشاورات مع روابط الأخرى تم الاتفاق على تمديد يوم آخر إن شاء الله كان سخر الله. فطبعا هذا نظرا للظروف اللي نعاني منها خلال صيانتنا لهذا الطريق، ولكن نقول احنا ونقول توفقنا لأنه بهمة الشباب وحماسهم ورغبتهم، ونقول إن شاء الله بكرة حيكون آخر يوم بمشيئة الله. فحاولنا أن نوجه من خلال هذه الصيانة رسالة إلى المسؤولين، وخصوصا وبالتحديد البلديات ومؤسسة النفط اللي مفروض تلعب دور كبير، لأن المستفادة هي الوحيدة الأكبر من صيانة هذا الطريق، ولكن لا حياة اللي منتنادي. وما عدنا بنقول احنا بالنسبة لنا كروابط اللي علينا درناه، وكان بودنا أن يكون لدينا مادة القطران اللي هي تكون أفضل بغض النظر عن مادة الاسمنت اللي ممكن خلال الشهر التالي ممكن تعود للحالة العادتها القديمة، لكن الغالب هاو احنا لينا ما يقارب العشرة أيام مدارين هذه الحملة، ولكن ما فيش أي انفعال من الشركات أو من سواء كان من البلديات أو من حتى التجار اللي يفترض أنهم مستفادين حتى هم أيضا من هذه الطريق، لكن لا حياة المداد. فنحيي من خلال هذا اللقاء جميع شباب روابط على مستوى وباري، وإن شاء الله من تقدم التقدم والله يفتح عليهم إن شاء الله، وإن شاء الله يمزين حسناتكم، والله يبارك فيكم ويرحم الله والديكم.
الرياضة، اللي احنا اليوم في اختتام الدورة التدريبية اللي أشرفت عليها هي العامة الشباب الرياضة بالتعاون مع مجموعة جمال الاستشارات والتدريب. الدورة تحت عنوان مهارة نجاح العملية الإدارية. طبعا الدورة كانت على 6 أيام واليوم اختتام. طبعا كان الدورة كان في نادي الهلال، بارك الله فيهم ونشكرهم على استضافتهم، وأيضا الشكر للشركات الرعاية، والشكر للحضور والإعلاميين ومشكورين وبارك الله فيكم، والقادم أفضل بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، يعني مع نهاية العام 2020 الكلية أفت بكل التزاماتها أمام أبنائها الطلبة. قمنا بتدريس الفصلين الدراسيين العام الماضي خريف 19-20 وربيع 2020، والآن الكلية فاتحة أبوابها لطلبة السمستر خريف 2021. اعتمدنا خطة تجمع بين التعليم الافتراضي والتعليم داخل القاعات. التعليم الافتراضي لكل الطلبة اللي ما يستطيع القدوم للكلية، وحتى نمنع التجمهر ومحاولة للحد من انتشار فيروس كورونا. التعليم التقليدي ركزنا في المرتبة الأولى على الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية، من لبس كمامات للكحول لتشديد على أعضاء التدريس والطلبة على التباعد داخل القاعات وخارج القاعات. والسبب بأن طبيعة الكلية طبيعة تقنية تستلزم متواجد بعض التخصصات في المعامل، يعني لا نستطيع تدريس المعامل زي مثلا مختبرات طبية وهندسة علوم البيئة، تقنية علوم البيئة، افتراضيين إلا داخل المعامل، وهذا ما يستلزم تواجد الطالب والأستاذ، فاضطرينا إلى اعتماد التعليم التقليدي.